حقيقة عندما يغيب صاحب المشكلة تبقى القضية غريبة جدا أن يتم نقاشها في عدم وجود أصحاب المشكلة، لأن الأزمة هي أزمة ليبية وحقيقة لا انتهكت فيها سيادة ليبيا، وأصبحت التدخلات الأجنبية هي التي تلعب بليبيا، وهي أصبحت كما تحدث اليوم مندوب ليبيا في الأمم المتحدة بأنها تدخلات فجة وهي لم تصل ليبيا إلى الحل، بل وضعت ليبيا في مسار بعيد عن حلول الأزمة بل اتجهت بها الفوضى. هذه التدخلات هي التي ضيعت فيه. ما نتج عنها هو قد يكون نتج عنها حل للنفط، قد يكون لصالح ليبيا ولصالح هذه الدول، لكن لصالح الدول أكثر من صالح ليبيا، لأن هذه الدول تسعى إلى أن يكون النفط أهم من الدم الليبي وأهم مما يحدث داخل ليبيا. حتى في قضية الهجرة غير الشرعية نراهم يتحدثون عن معاناة المهاجرين ولا يتحدثون عن معاناة الشعب الليبي وما يعانيه داخل بلده من أزمات تصل إلى السيولة، إلى أزمات قطاع الكهرباء التي وصلت في العاصمة إلى ما يقارب نص يوم وأكثر.